وهذا بالمناسبة يقع أيضا اليوم. المزايدات لا تحصل فقط في المزايدة بهذه الطريقة في المزايدة الصريحة في السيارات، الآن حتى في المواقع الإلكترونية، الآن في بعض المواقع الإلكترونية يأتيك مثلا موقع معين متخصص في البيع مثلا، فيعرض مثلا عنده فرضا سيارة أو عنده مكتب سيبيعه أو جوال أو نحوه، فيقول يلا نفتح المزاد عليه الساعة الفلانية، اللي بزايد يدخل، يدخل مثلا برقم سري معين أو لهم طرق يعني، فيأتي شخص يزايد حتى يخرب على صاحب السلعة، فيقول له مثلا ابتدأ مثلا بيبيعون طاولة فرضا، قالها بكم؟ قال له 51 ريال، فجاء صاحبنا حتى يخرب على الشخص البائع، ما قال لا 55، الزيادة الطبيعية 55 60، ما دام بدأ ب50 ريال وهي طاولة، في الغالب الزيادات لا تتجاوز 15 ريال، في السيارات يزيدون أحيانا 500 ونحوه، الأراضي يزيدون 5000 10000 كل واحد، فجاء هذا لأجل يخرب على صاحب الطاولة أن لا يبيعها، أو ربما كان غير الطاولة، ربما كان جوالات، ربما كان مراوح مثلا، كان مدفأة، أي شيء يعني، فيأتي ويقول مثلا بدل ما كانت، بدل ما يقول ب55 يقول مثلا ب500، خلاص البقية الذين كانوا ناوين أن يعني يدخلوا في الموضوع ويزايدوا خلاص ينسحبون، 500 ما راح نشتري، الجديد ما يجيب 500، كيف هذا يقول 500؟ ثم يقول له مثلا خلاص تواصل معي، هذا جوالي وهذا، وفي الحقيقة لا يتواصل ولا شيء، مجرد أنه أفسد عليه بيعته. ثم لو جاء ونزل السلعة مرة ثانية في نفس الموقع سيقول الناس صاحب 500 اكتشف أنها لا تصلح ولا مكسرة ولا خربانة، وجاء هذا بيبيعها مرة ثانية، فأنت أفسدت على أخيك المسلم. ولذلك النجش ليس فقط اليوم في الأمور العادية في السيارات وحراج السيارات، لا، هو أعم من ذلك، اليوم هو أعم من ذلك، حتى في المواقع الإلكترونية التي فيها مزايدات، فالناس اليوم مع الأسف بعضهم يدخل لأجل الإفساد، وفعلا وتجد واحد، والمشكلة أن هذا الذي يريد الإفساد هذا لو كان في السوق لرأى الناس شكله وعمره ولا تجاوبوا معه، ربما يمكن يكون مثلا شاب صغير أصلا يعلمون أنه لن يدفع هذا المبلغ، أو يكون رجل واضح من هيئته أنه لعاب، لكن المشكلة إذا كان وراء كمبيوتر ناس ما يدرون هو رجل ولا امرأة، هو كبير ولا صغير ما يدرون، وبالتالي تبدأ مثل هذه الأمور تنطلي عليهم. ولذلك النجش محرم، سواء كان هذا النجش في يعني في الأمور الظاهرة عند الناس، أو كان هذا النجش أيضا في الأمور الإلكترونية وغيره، لا ينبغي لإنسان أن يتعمد إضرار الآخرين. وهذا النجش بالمناسبة محرم حتى مع غير المسلم، يعني يفرض واحد مثلا تاجر ذهب إلى أمريكا يشتري سيارات، وبدأ يدخل الحراج الذي يحصل ولا أي طريقة، ويبدأ يزايد ويلعب يخرب عليهم، لا يجوز الإفساد، لا يجوز الإفساد على الآخرين، ولا أكل أموال الناس بالباطل حتى لو كان غير مسلم، الأصل أن المسلم يتخلق بهذه الأخلاق سواء كان يتعامل مع مسلم ولا مع غير مسلم، الأمانة والصدق وصيانة المال هي أخلاقيات يتعامل معها مع الكل، بل حتى مع كل المخلوقات، حتى مع الحيوانات. الإمام البخاري رحمه الله سمع أن رجلا عنده أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فارتحل إليه، فلما وصل إليه قيل هو في بستانه، وصل إلى البيت قال والله الرجل في بستان، فذهب إلى البستان فرأى الرجل يرفع ثوبه كأن فيه طعاما يعني، وفي الحقيقة ما في طعام، وينادي فرسه حتى يرغبها أنها تأتي ويلتقط، يمسك لجامها، فجعل يصيح بالفرس وهو ماسك ثوبه، فأقبلت الفرس، فلما وصلت وضعت فمها في الثوب تعلق بلجامها، يعني يكذب على الفرس، فلما رأى البخاري هذا الرجل يكذب على الفرس على الحيوان قال والله لا آمن أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركه هي حديثا. فالمقصود أن الأمانة والصدق
ونحو ذلك. هذه الأخلاقيات المسلم يمارسها مع الجميع، ما يقول والله بس مع مسلمين وهناك أذهب وألعب عليهم، لا، الأصل أنك تمارس هذه الأخلاق من صدق وأمانة وصيانة مال الآخرين وعدم أكل أموالهم بالباطل ونحو ذلك، أن تمارس هذا مع الجميع.